وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هلا وغلا وطاب الحال. وأنتم تحملون ماء زمزم وتقومون على سقاية حجاج؟ والله خدمة الحجاج شرف لنا، أنتم تشرفونا وتؤنسونا وإحنا نخدمكم وكل الشعب السعودي في خدمة الحجاج. الله يحييك ويسعدك. والله نحمد الله على الشعور الجميل، شعور لا يوصف، ونحمد الله زيادة على الأشياء اللي احنا فيها. هذه نعمة من نعم الدنيا انه نخدم ضيوف الرحمن، يعني هذا احلى شيء، يعني شعور ما اقدر اصف لك. هو انت تخيل ضيف الرحمن وانت تخدمه، فما اقدر اصف لك الشعور، شعور لا يوصف الصراحة. والله جدا جدا مبسوطين وفرحانين احنا بنستقبل ضيوف الرحمن عندنا هنا، يعني فرحة ما تتوصف. بس ما شاء الله، يعني حابين ان نشوف كمان زيادة ان شاء الله. مريم محضر. تكلمي حول استقبالك لضيوف الرحمن. شرفتونا ونورتونا، مكة نورت. خدمة الحاج أول شيء السلام عليكم، شرفتونا نورتونا. خدمة الحاج شرف لنا، أنا أتربينا عليها من نحن صغار، صارت حب في قلبنا منتمية. اتشرفنا بوجودهم، نوروا مكة، الله يتقبل حجهم ويجعل عمرة حجهم مبرور وسعيهم مشكور، وشرفتونا. اسمي ولاء، انا شغالة هنا في مكتب طوافة مع الرئيس المطوف محمد محضر من ايام ما الصغر. اخذنا هذه الحاجة من ابائنا واجدادنا، الله يعطيكم العافية.